هو اللي حسن حظنا بقى انه ساعتها هو كان رئيس في المنتاج، مؤسسه في المنتاج بتاع الحكومه. فكان الحقيقه كل ما ينزل فيلم جديد في السينما احنا كنا 7 طلبة، كان بيجيب 7 تذاكر من 6 لـ 9 للفيلم، وكنا على طول بقى أول ما ينزل فيلم يجيب لنا 7 تذاكر وننزل نتفرج كلنا على الفيلم ونرجع نناقشه تاني يوم معاه. أما كنت موجودة في مصر كان كل لحظاتي معاه كانت لحظات مهمة. على فكرة هو كان بيثق فيا رغم حداثة سني وقتها، يعني هو مثلا السيناريو بتاع لا وقت للحب كتبه حد فرنسي، وهو جاب لي الفيلم عشان يعني الفيلم بالفرنساوي عشان اترجمه، وترجمته له، ترجمت له السيناريو، فهو كان بيثق فيا جدا. تعرف صلاح ابو سيف على زوجته الاولى وفيقه ابو جبل في قسم المونتاج في استوديو مصر. وفيقه ابو جبل ساندت صلاح ابو سيف في ازمه تعرض لها مع يوسف وهبي. يوسف وهبي رفض ان صلاح ابو سيف يقوم بمونتاج احد افلامه هو فيلم سيف الجلاد، ولكن صلاح اصر. والمذهل ان النتيجه كانت رائعه، الفيلم لفت الانتباه في مهرجان كان. بعدها بعد سيف الجلاد تزوج صلاح ابو سيف من وفيقه ابو جبل. والدتي سيده وفيقه ابو جبل كانت مونتيره، فوانت طفل بتلعب بالبكر بتاع النيجاتيف وبعلب الافلام وعندك بروجيكتور في البيت انت بتشغله بنفسك وبتتعامل مع الافلام السيليلويد والبكر وادوات المونتاج فكان عنده كابينه على البلاش، وكان طول الصيف الـ3 أشهر قاعدين في الكابينه. اهم حاجه ان مراته طنط وفيقه ابو جبل كانت مونتيره نيجاتيف، فطول ما انا قاعده معاها وهي بتعلمني النيجاتيف الحقيقه كمان، يعني ده انا يعني استفدت منها كتير. وكتير قوي بقى ياخدنا ياكلنا جلاتي، ياكلنا مش عارف ايه، كفايه ان انا اتعلمت منه سينما. احنا كلنا في عماره واحده، يعني تيتا في اول دور واحنا كلنا واخدين، كل واحد كل اب او ام لينا واخدين شقه يعني. فنتلم كل العيله تتلم، صلاح ابو سيف جاي، صلاح ابو سيف جاي، فنتغدى كلنا مع بعض. رجل عائلي جدا، يعني من الحاجات اللي كان يحرص عليها انه يزور قرايبه، قرايبه يزورونا كل ويك اند، كل خميس وجمعه، وفي المناسبات. يعني شم النسيم يا من امتع ايام العمر واحنا اطفال، شم النسيم كنا بنحس بشم النسيم، العيد الصغير والعيد الكبير، رمضان. يعني حتى لما كان كبر وعي جاله السكر فالدكاتره منعوه من الصيام، كان يصر يصحى يتسحر معانا. الطقس، ممارسة الطقس، وما ياكلش طول النهار وياكل معانا على الفطار.